هذا الفقرة اللي حبيتوها من الفقرات الطويلة اللي أحاول أختصرها كل شهر. هذه قائمة بأفضل 5 ألعاب جديدة راح تنزل في شهر نوفمبر، ونبدأها مع اللعبة المنتظرة من وقت طويل أخيراً، God of War Ragnarok. تصل في يوم 9 نوفمبر. أحداث اللعبة بعد سنوات قليلة من أحداث الجزء الصادر في 2018، واللعبة راح تكون حصرياً على البلايستيشن. Warhammer 40K Dark Tide، واللي تأجلت حتى 30 نوفمبر، وهي لعبة تجمع بين Left 4 Dead ومعارك زومبي فضائية بالعصور الوسطى. هي لعبة تصويب بالطور التعاوني لأربع لاعبين، واللعبة حصرياً على الإكس بوكس والبي سي. The Chant، لعبة رعب ومغامرة من تطوير فريق براس توكن، اللي يتميز بوجود مطورين مخضرمين عملوا في شركات EA وThe Coalition وروك ستار وغيرهم، راح تصدر يوم 3 نوفمبر على البلايستيشن والإكس بوكس والبي سي. Evil West، لعبة دمجت الغرب الأمريكي مع الأسلحة والمعدات الحديثة ضد مصاصي الدماء. اللعبة تصدر في يوم 22 نوفمبر على البلايستيشن والإكس بوكس والبي سي. اللعبة الأخيرة من سوني موجهة للاعبين البي سي، سبايدر مان مايلز موريلس، واللي راح تصدر يوم 18 نوفمبر. تدور أحداث القصة بعد أحداث لعبة مارفل سبايدر مان مباشرة، وتركز القصة على مايلز موريلس، الشاب اللي يصبح الرجل العنكبوت الثاني بعد بيتر باركر، ويحاول تعلم المهارات وأساسيات مكافحة الجريمة لمساعدة البطل الخارق الأصلي. في النهاية في ألعاب ثانية راح تنزل، لكن اخترت أهمها. إذا عجبك الفيديو لايك وشارك الفيديو.